والنعمة الشريفة ما قتلنا حد. احنا خيرنا ننصب نقلب الناس في قرشين وناخدهم ونمشي، لكن نقتل ونعمل اللي بيحصل ده ما بنعملوش. انا ممكن ابصم لك بالعشرة على كل عملية نصب احنا عملناها، لكن قتل والله ما يحصل. لسه زعلان؟ من ايه؟ من كمال. كمال المفروض اخوك الكبير، كل مرة هو اللي بيبيعك وانت بتلم ورا. انت عارف انا بحبك قد ايه يا كمال؟ عشان كده دايما عايز ليك الصح حتى لو غصب من عنك. انت الوحيد اللي نفسي يكون احسن مني. وانا خذلتك، كل مرة بخذلك مش مديك فرصة تستريح من ناحيتي، لحد ما اخوتنا بقت حمل عليك. انت ما اخترتش كل ده. في حد فينا بيختار؟ انت من دمي وده كفاية عندي، كفاية عشان احميك طول عمري. ما زهقتش؟ نفسي أزهق منك بس مش عارف اروح منك فين يا ابن هداية. اعمل المكالمة بتاعتك. مكالمة ايه؟ اللي انت مستنيني اوافق عليها. كلم جابي قول له انا مستعد اقابله. عمر انا ما كنتش جاي علشان اضغط عليك، ما جيتش اراضيك علشان تعمل كده. انا بعتذر لك بجد فعلا لاني غلطت فيك، ودي اول مرة اعملها طول عمرنا. عارف يا كمال، انا فكرت وصلت للحل الصح. كفاية يا عناد، خلينا نوصل لحل المشكلة دي. يعني اتفق مع جابي؟ خليني اقعد معاه الأول وهشوف حل. طيب احدد لك معاه ميعاد في مكتبه في بيروت؟ يجي في أرضي في مكتبي في قبرص الأسبوع اللي جاي، وأعمل حسابك إن أنت هتكون موجود في الاجتماع. نطلع سوا؟ لا أنا هسبقك، عندي شغل مهم لازم أخلصه. أنت بس تيجي في الميعاد. كم ضغطها؟ 100 على 70. للأسف يا عمر حالة السم لسه موجودة في الدم، خليك قوي وادعي لها. عن إذنك. Thank you.
وراهم لحد ما يقف وبعت لي اللوكيشن. كلمة عروة، تعالي على المستشفى حالا، كانا بتموت بسرعة. Thank you.